السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله الوصفة ديالتنا هي البينية بالتفاح والزبيب في الفرن. على بركة الله نبداو في المقادير. عندنا بيضة، 50 غرام سكر سنيدة أو 3 المعالق، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، 1 فاني، معلقة صغيرة من الملح، 50 غرام من الزبدة، اي نوع من الزبده، و 400 غرام من الدقيق الابيض، 150 سنتيلتر من الحليب الدافئ، يكون دافئ. بدايه نديرو الخميره الفوريه، نخلطوها مع الحليب، يكون دافئ، ضروري يكون دافئ باش يتفاعل مع الخميره، تتفاعل مع الحليب. نخلطو مزيان، ونزيدو بقية العناصر، 50 غرام سكر سنيدة أو 3 المعالق. للأمانة كدانون مسوس تا هو كيف المقادير نسيتو. درنا فاني، معلقة صغيرة الملحة، الزبدة سوا ديروها الذوبه ولا ديروا هكا اللي بغيتو، الطرق بجوج بحال بحال. نديروا بيضه، نخلطوا شي شويه اللي بغيتو بيديكم ولا بالفويك بحال بحال، انا كنفضل نخلط بيدي. نزيدوا الدقيق بشويه بشويه، حتى كنخلطوها نخليوها ترتاح لمدة ساعتين كما قالوا. ندير لها الطحين باش ما تلصقش، ونحطوها تخمر. من بعد ما حطيناها تخمر، ناخذ الحشوه باش غنعمروا العجين ديالنا. كناخذ 4 تفاحات نقشروهم ونقطعوهم شرائح. عندنا نص معلقه ديال القرفه، 1 كيس سكر فاني، 100 غرام ديال الزبيب اللي درناه رقدناه في الماء ساعه قبل، معلقه ديال الزبده، وحامضه صغيره ولا عصير نص حامضه كبيره. كنبداو بالتفاح، نقشروه لان هاد الحشوه هادي غنطيبوها في المقلاة. التفاح ها هو قشرناه وغنقطعو اون لاميل. كنقطعوه كامل، نمشيو ناخدو مقلاة نديرو فيها معلقة تاع الزبدة، وندوبها فوق نار مهيلة. من بعد ما ذوبناها كنجيبو كنديرو فوق منها التفاح، كنديرو فوق منها فوق منو باقي العناصر. للتذكير الحامض راه كيدار غير من اجل الاكسدة، ماشي باش يعطي زعما الطعم، غير باش التفاح ما يكحاش لينا.
درنا الحامض، سكر فاني خنيشة واحدة، ونزيدو نص معلقة القرفة. اللي بغاها، اللي ما كيبغاش القرفة ما يديرهاش. صافي، نخلطوا هاد العناصر كاملة مع بعضياتها باش كل طرف ديال التفاح يتلبس يتلبس مزيان بهاد الشيء اللي درنا ليه العناصر هادو. ومن الأحسن نخلطوا بيدينا، من الأحسن باش يتخلط لينا التفاح مزيان. خلطو مزيان مزيان، من بعد نديو فوق نار مهيلة لمدة 7 حتى 8 دقائق. نحاولوا ما نطيبوش التفاح، التفاح غير يطيح، لان التفاح مازال غيطيب لينا في الفران. بالنسبه لهاد الوصفه كاين الناس اللي كيديروا هاد البنيه بالتفاح، كيقليوها في الزيت. الناس اللي بغات تقليه في الزيت دير التفاح هكاك عادي، تديرو في وسط العجين صافي، وكيقليو في الزيت ويفندوه في السكر. هاد الطريقه هذه بالنسبه للبنيه ديال الفران. ضروري ما ندوزو التفاح في وسط فوق العافيه. اللي بغى يديرو في ميكرووند يدير هاد العناصر كامله في صلادي ويخلي واحد 10 دقائق في ميكرووند. انا درته في المقلاه. من بعد ما طاب التفاح كنخلوه جانبا حتى كيبرد مزيان، حتى كتوجد العجين ديالنا. ها هي العجين ديالتنا وجدات، ما نخليوهاش تخمر بزاف، لان الا خمرات بزاف ما كتجيش مزيانه. نحاولوا نخرجوا منها الهواء، كنخرجوا الهواء من هاد بحال هكا بهذه الطريقه هذه. من بعد ندهنوا سطح العمل ونطلقوا العجين ديالنا على شكل مستطيل. العجينه اللي تلصقت نديروا لها الدقيق، ماشي مشكل، من بعد ونحيدوه نسوسوه ببانسو ولا بيدينا، ولا لان العجينه كتلصق شي شويه. كنبقاو معاه هكا حتى كنديرو مستطيل. هي العجين ديالتنا طلقات. دابا غنحاولو نديرو الحشوة، غنستفو التفاح بهاد الطريقة هادي حتى يغطي العجين كاملة. نستفو وحيدة بوحيدة، حتى كنغطيو العجين كلها بالتفاح بهاد الطريقة هادي. من بعد نزيدو داك الزبيب اللي رقدناه في الماء، كنكون غسلناه مزيان ورقدناه. صافي، نبداو نلويو الخبيزات ديالنا ولا البيني ديالنا. الا سقط لينا العجينه في سطح العمل نديرو الدقيق، ومن بعد نحيدوه نسوسوه. كنبداو نلويوها بهذه الطريقه هذه كي كتشوفوا في الصوره. ملي كنلويوها كنديرو شي شويه تاع الماء
باش نلصقوا الطرف ديال العجين على الطرف على الطرف، باش نلصقوا الطرف على الطرف. بحال هكا حنا درنا الماء دابا صافي، وكنردو الطريف على العجين ديالنا. ونقرصوها، نحاولوا داك الطرف اللي لصقنا بالماء نقرصوه باش ما يتحلش لينا، لان في الطياب باش في الفور ما تحلش لينا. بهذه الطريقه هكا صافي كتلصق العجين، كنحيدوا داك الجوانب الزائدين. داك الجوانب اللي زايدين كنحيدوهم صافي، وكنبداو نقطعوا لي بيني ديالنا. ملي كنقطعوهم كنحاولوا ما امكن نقدوهم باش ياخذوا شكل دائري. صافي نديرو ناخذوا الطاوه تاع الفران ونديرو فيها ورق الزبده، ونحطو لي بيني ديالنا يكونوا متباعدين باش ما يتلاصقوش لينا في الطياب. من بعد ما قديناهم بهذه الطريقه هذه وحطيناهم، نخليهم يختمروا واحد نصف ساعه. ها هما حطوهم يختمروا نصف ساعه، من بعد ما كيختمروا كندهنوهم بالبيض. كندهنوهم بالبيض، ندهنو الجوانب بالبيض ونخليوهم واحد 5 دقائق، ونعاودو ندهنوهم المره الثانيه من الجوانب ومن الفوق. من بعد ما دهناهم صافي كندخلوهم للفرن اللي كنا شعلناه من قبل حتى سخن شويه على درجه حراره متوسطه 180 درجه لمده نصف ساعه. نطيبوهم من التحت، ولا بقاو لينا خضرين من الفوق نشعلوهم شي شويه حتى كيتحمروا. من بعد ما طابوا لنا الخبيزات اولا لي بيني، انا دهنتهم بالنباج. اللي ما عندوش النباج يدير سيرو، ياخذ فيه مقدار ديال السكر، يزيد عليه مقدار ديال الماء، ويديرو فوق النار مهيله حتى كيعقد شي شويه، وندهنوا به حتى كيبرد، عاد كندهنوا به هاد هاد الخبيزات لانهم كيشبهوا لي شناك ماشي شناك بيني. ونزوقهم من الفوق بشويه ديال السكر كلاصي. نتمنى الوصفه تاعت اليوم تنال الاعجاب ديالكم، راه كتجي زوينه ورائعه. بالصحه والراحه، والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.